بدي اطلب ايدك، بتتجوزني؟ انا محمد، نص لبناني ونص سوري. حبيت شاب سهر بسوريا، من وقتها حبيته وكتير، انه مشاعري كانت حلوه ناحو واتجاهه. انا ناوي اتزوجه وحاب اتزوجه ونكمل علاقتنا سوا. اهلي موافقين وكل، انه ما عندي مانع. انا غايس، حبيبه لمحمد، واسمي الجديد جينيفر. اكيد اهله رح يباركولنا زواجنا وكل شيء رح يكون منيح اذا الله راد. الجايز من الناحيه الجسديه ما في شيء بيميزهم عن الشخص اللي هو الرجل الطبيعي. يعني اذا بتجي بتعملي له سكانر او بتعملي MRI او بتعملي له فحص هرمونات او فحص دم، على شرط ما يكون عم بياخذ هرمونات من خارجيه، ما راح تلاقي اي فرق بينه وبين الشخص اللي هو هيتروسيكشوال، يعني الشخص الطبيعي العادي. الجنسية المثلية أو الجاي، كلمة الهوموسيكسواليتي حتى اليوم بطلت مستحبة، لأنه بتدل على اتجاه جنسي فقط من شخص لشخص، بينما بالواقع هالاتجاه الجنسي بيخفي وراء اتجاه عاطفي. هل يعتبر مرض لازم نعالجه؟ اعتبارا من 1972 بطلت تعتبر عالميا، ما بقت دخلت ضمن الأمراض وانشطبت ضمن الأمراض النفسية والعقلية. إنك تتقبل لأشخاص اللي هني هوموسيكسوال، هذا بيساعدهم على أنه يقدروا يعيشوا حياتهم بطريقة رايقة، أقل ضرر، أقل قلق. ليه الأشخاص اللي هني هوموسيكسوال أو جاي بيدعوا اليوم لأنه يتزوجوا من بعضه؟ كل ما منحب الشخص، كل ما منريد نعلن علاقتنا للعلن للجمهور، وكل ما منريد نلتزم فيه لهالإنسان، نلتزم فيه بمشروع مستقبلي. محمد وغيث ربما ليسا المثليين الوحيدين اللذين يصرحا عن علاقتهما أو حتى قرارهما الزواج في العالم العربي، لكن لربما كانا الأكثر جرأة في مواجهة مجتمعهما والدعوة إلى سن قانون زواج للمثليين وإصرارهما على تطبيقه في بلادهما. بالنسبة لحمودي كتير بيغار علي وما بيخليني أظهر ولا أحمل تليفون، حتى أنه ظهرات وسهرات وهيك ما بيخليني أظهر لوحدي إلا تما يكون هو معي. بدي إنه قانون الزواج إنه من كتر الغيرة، إنه هلأ ظهراته ممنوع يطلع، فوتاته محكي مع شبابيك، بدي أضمن حقي أنا. عشان هيك عم بطلب بين المجتمع العربي زواج المثلي. مستقبلا إن شاء الله حنبني من أسرة، بهالأسرة أكيد لح إنه نحن ما حنقدر نجيب أولاد، لح نتبنى ولد. قبل ما بلش موضوع المثليين، بمسج إجا على تليفون بيير أبي سعد من الزميل والإعلامي والصديق زاهي وهبي، بيقول إنه ما بصير يكون على الحياد بموضوع له علاقة بمصلحة المواطن. الحقيقة لأنه بلبنان ما في أشياء بتكون واضحة، يعني ما فينا نعرف بالضبط مصلحة المواطن أين تكمن إذا ما عرفنا الملفات بشكل كتير كامل. مشان هيك يعني نكتفي إنه نستمع أحيانا للطرفين على إنه نوجه الأسئلة باتجاه نستوضح أكثر وين المسألة ميالة أكثر لكفة المواطن. بس بما إنه ما عندنا كل التفاصيل، ما فينا نحن نأخذ موقف بهيدي المسألة بين أصحاب المولدات اللي صار لهم كتير زمان وبين مشروع كان ممكن يحصل قبل 10 أو 15 سنة وحصل هلأ. طبيعي أنه يكون في كتير تساؤلات على الميلتين. أنا بشكر زاهي على تعليقه. على كل حال رح نتابع مشاهدينا موضوعنا، إذا مثل ما شفتوا بالروبورتاج محمد وجينيفر صاروا معنا بالستوديو، والشيخ علي يوسف عضو هيئة العلماء المسلمين في لبنان، وبيير أبي صعب صحافي وناقد، رح نكون حول موضوع المثليين وحقوقهم اللي وصلت إلى طلب الارتباط. محمد خبرني شوي عن علاقتك بجينيفر، ليه مسمى حاله جينيفر أول شيء؟ هو مسمى حاله جينيفر إنه هو بيعتبر حاله إنه ميولته أكثر للطرف الثاني. نعم. إنه هيك. وأنا علاقتي بجينيفر من 4 سنين ونص وكتير منحب بعض ومتعلقين ببعض كتير. وجاي طالب أنت هلأ شو؟ جاي طالب إنه شيء اتزوج أنا وياه، إنه زواج المثليين صار إنه كذا بلد وكذا عالم إلا عنا هون، لسه بعد لسه ما ظهر الزواج ولا يتطبق. هلأ نحن عم ندرس دراسة فرنسا وتعليم فرنسا، وهي فرنسا سمحته. شو بتشتغل أنت؟ أنا؟ بالبار. طب وبتعتبر انه هيدا الشيء ما ممكن يصدم مجتمع مثل مجتمعنا بعد عنده كثير اولويات اهم؟ اذا المجتمع نص المجتمع هون وتلاقي اكثريه المجتمع جاي مثليين. اكثريه المجتمع؟ اي هون بلبنان عديتهم يعني انت؟ مش اكثريته. ايه انا اللي بعرفه انه كان عايشه العايشه اكثريته. ايه لانه بواسطك انت عم تحكي عن وسطك. اوكي بس كثير عالم هيك بس ما حدا عنده جرأة يطلع يطالب. شو بيحكي علينا وهيك؟ بالعكس
طب اذا بدي احكي مع جينيفر عم بقول أوكي. محمد انه يعني انت اكثر ميال للامور اللي لها علاقه بالانثى، جربت تشوف طبيب لتشوف ليه ميولك هيك؟ شو دخل الطبيب اذا هو خلق هيك؟ ليش عم بساله له خليه اوكي بس شو دخل الطبيب بالقصه؟ لا هو عم بيقول انه ميوله اكثر انثويه، اذا هو اتجاهه هيك ليش يشوف طبيب؟ ليش ليشوف احاسيسه وليش رايحه باتجاه اخر؟ مجرد سؤال بس بدك تحكي عني؟ لا مش بدي احكي عني، بدك تلاقي شوف طبيب. كنت عم بسأل انه لا انت حسب ما عرفت انه انت بتحب تسمي حالك جينيفر، يعني عندك شعور داخلي وكأنه انت اكثر انثى من انه تكون ذكر. سألت مجرد سؤال، هل انت فكرت تزور طبيب لتسأله ليش عندك هالحيرة؟ ما فكرت. بس اذا كل الناس اللي بده يشوف طبيب معناتها ما رح يشتغلوا اطباء العالم كلها، هي ما بدها طبيب، هي ما بدها طبيب هي. هي اتجاه، هذا اتجاه هو رغبة. هلا تقلي انه هون اكثر إيه بس لو هو اتجاه مثلي مثل ما انت عم بتقول كان ترك اسمه اسم ذكر، ليش يسمي حاله اسم انثى؟ شلون ترك اسمه؟ خليه يحكي، خليه يسمعه ولا خليه يسمعه. ايه اكيد هيدا اسم بس مجرد اسم، يعني في اي واحد يسمي اسم. ايه مثل ابو الجماجي بس لما إيه؟ بس لما انت تحكي عن مثليتك بهالقد قبول لحالك، انت قابلين حالك مثلي. إيه ليش أكيد. ما تركت اسمك ذكر؟ عادي. هلا في اشخاص بينادوني كذكر وفي اشخاص هيك. حسب ميول الجنس. طيب بس فيك تقولي انه بالوسط الفني، يعني مثلا جينيفر بالوسط الفني ليش بتشتغل؟ لا انه بوسط الجاز يعني مثلا بالوسط الفني تبعكم يعني اكيد طيب. ما حيسترجي يقول اسمه الحقيقي. ليه؟ لانه عم يتعرض لكثير مشاكل. مهددين انتو؟ من كثير شغلات. بشو؟ تهدد للجيش بالضرب، الجيش ضربه وانا عم بحكي. تهدد انضرب لانه مثلي ولا لانه عمل شيء ثاني؟ لانه مثلي. إيه؟ لانه ناعم وهيك عم يحكي بميوله وهيك قتلوه الجيش. وهون قتلوه. طيب خلينا نشوف لانه كمان البعض قد يرى انه هناك اولويات اكثر بكثير من هذا الحديث، خلينا نشوف كيف الموضوع بالاتجاه الديني. فضيله الشيخ شو تعليقك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله واله وصحبه ومن والاه. بدايه يجب ان نعرف بان الزواج والارتباط بالانثى رباط مقدس. نعم. مقدس يعني رباط ديني مقدس. هذا رباط الدين المقدس اذا اردنا ان نخرج من الرباط المقدس الى هذه الحالات الشاذه في المجتمعات، وهي حالات شاذه وقليله فعلا في المجتمعات، وهذا واضح وهذا واضح. ليست محكومه بما تشعر، ليست محكومه هذه الحالات بما تشعر. ما انا اريد ان اقول لك بان الاسلام وان الدين وان الشريعه وان الشريعه وكل الديانات اصلا جعلت من هذا الرباط رباط مقدس. نعم. وجعلت من الاسره في لها اهداف وليست مجرد نزوات او شهوات او ما شابه ذلك. يريد الانسان ان يقضي وطره وتنتهي القضيه، يعني هناك اهداف ساميه كبيره جدا بهذه الخطوه التي يخطوها الشابان او او الانثيان او الى ما هنالك، يعني يهدمون المجتمع. ماذا يقول يعني هناك عن هذه هناك الحالات؟ هناك عمليه، هناك عمليه هدم المجتمع، هناك عمليه فساد لهذا المجتمع. يعني لماذا نريد ان نقضي على المجتمع، ان نهدم الاسره؟ هذا الرباط المقدس لماذا نريد ان نهدمه؟ من اجل فرد، من اجل فرد شاذ او يريد ان يقضي ركبته وما شابه ذلك. هو عم بيقول لماذا تقول عنه انه هو يهدم المجتمع؟ هو عنده مشاعر معينه عم بحسها وعم بيقولها. بس انتم لا تحتاجون للانجاب، ليش بدكم تتجوزوا؟ انه شو الفرق اذا عشتوا مع بعض ولا تزوجتوا؟ تزوجنا بنضمن حق بعض. بكيف يعني؟ بكثير شغلات. تفضل. اذا وجدت الان الانسان اذا عنده رغبه، عنده رغبه بالجنس على سبيل المثال، عنده رغبه باي شيء يذهب ويتزوج، يستطيع ان يتزوج. هناك رباط مقدس يتزوج الأنثى. الله سبحانه وتعالى خلق الذكر والانثى لاستمرار البشريه. نعم. لان يكون هناك حياه، يعني يذهب الذكر ليختار الانثى. ما هو حكم الدين فيهم؟ ما هو حكم الدين فيهم اذا مشرنا على حكم الدين فيهم؟ طبعا اذا اردنا ان نتكلم عن دين كل الديانات، ليس الدين الاسلامي فقط. نعم. كل الديانات لا تقبل هذا الزواج، لا تقبل هذا، ليس زواجا اصلا، خطأ أن نسميه زواجا. هذه فاحشة، هؤلاء فاحشة. يفعلون الفاحش، هذه الفاحشة الكبيرة، هذه الفاحشة الكبيرة التي يفعلونها والتي يروج لها. لا يجوز ولا ينبغي أن يروج لمثل هذه الفاحشة. هو لا يروج، هذه أشياء موجودة بمجتمعنا، ظواهر موجودة. إذا ما حكينا عنها على طاولات النقاش ما فينا نخبي راسنا بالأرض. أن نحكي عنها شيء وأن نروج لها شيء. نعم. هؤلاء يروجون لمثل هذه الأمور ويريد أن يكتب كتابه على إنسان مثل وعليه. نريد أن ننتبه إلى خطورة ما يفعلون هؤلاء. نعم. يريدون أن يهدموا المجتمع. أستاذ بيير عم بيقول فضيلة الشيخ أنه كأنه كل هالشيء اللي عم يصير عم يهدم المجتمع شيخنا من أجل رغبات ونزوات شخصية، من أجل أن يحقق شيء في ذاته. نحن لا ويتلطى بما يسمى بالحرية. لاحظت أنك عم طلع فيه وكأنه أنت تستخف يعني بأنه هو عم يحكي. خايف فضيلة الشيخ هيك تغروا نفسه يشتهي له واحد. أنا أصلا حقيقة
عندما أتيت إلى هنا أستغرب، هل يعقل هناك بشر، هناك إنسان يفكر بهذا التفكير؟ بعدك هل يعقل؟ هل يعقل هناك إنسان؟ هل يعقل هناك إنسان؟ هذه ليست ظاهرة كبيرة، هذه ليست لا نسميها حتى كلمة ظاهرة لا تسمى، لأنها حالات شاذة في المجتمع. يعني إذا أردت أن تذهب إلى أمريكا اليوم، في أمريكا هل هذا مسموح في أمريكا؟ في أمريكا هناك ولايتان فقط، راجع تماما، ولايتان فقط في أمريكا سمحت بهذا، وقد وكندا مسموح، فرنسا مسموح، وتركيا الآن حديثا بدأوا يتكلموا بهذا، مسموح فيها هذا الشيء. بس بدي اسمعك بيير، بس قبل ما اسمعك محمد عندي سؤال. طالما جينيفر ما بدك اياها تحكي، انت ما بدك اياها تحكي ولا بدك اياها يعطي رايه؟ بدي اسال بس سؤال سالته قبل شوي، انه انتم لما بيتزوج رجلين ما في مشروع انجاب او استمراريه او ما هو طبيعي في موضوع الحياه، شو بيفتفرق اذا انت هلا اخذت حقك بتزوج او ما اخذته طالما انت عايش معه؟ شو فرقت عليك؟ شو يعني انت مصاحبين؟ ليه ما بتخليه يجاوب؟ يعني اوكي عم نعمل لك انت مصاحبين؟ اكيد بالشرع بالحرام انه مصاحبين. تتزوج طب ما زواجك مش شرعي كمان؟ ما زواجك مش شرعي؟ خلص جوازي بضمنه انا الي، اما بالشرع مضبوط. شو فرقت عليك؟ هذا طيب بيير، خليني اسمع رايك. صاحبي بالشرع مش حرام يا اخي. عم بتطلع بالساعة وعم بلاقي بعد في 12 دقيقة ريما، هذا موضوع بده حلقة كاملة، وهالنوع من الحلقات انا رأيي لازم يكون في شوية خفة ظل وشوية تفاعل بين الناس، ما لازم يكون متشنج. انا ضد، انا بتعرفي من المعجبين فيك واجمالا لانه بتستاهل الاعجاب اليوم. خليني اكون ضدك على طول الخط، خليني اكون ضدك على طول الخط. اولا لا يسال مثلي اذا كان لازم يشوف حكيم، هيدا بال2014 عيب. لا انا لحظه استغربت انه سمى حاله اسم انثى، اعتبر بركي حابب يكون انثى. وحتى لحظه حتى ايضا يعمل عمليه تحول. اسمحي لي انا بحب ان ارد عليه. لا 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 بركي فضيله الشغله بعمل مثل الزحلاويه فضيله الشغله. لا 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 لا. هو سؤال طبيعي جدا ومنطقي وموضوعي. فينا نحكي؟ فينا نحكي؟ فينا نحكي؟ ما راح خليك تحكي. ما راح خليك تحكي. طيب استاذ بيير، فضيلة الشيخ الحوار طبعا شوية. لحظة جاي بدي احكي شغلة، إذا ما بدي احكيها خليني أنفل. لا تفضل. هيدا يستوجب حوار هادئ، مش مثل إخواننا الزحلوية عم يتخانقوا بقضايا على الطريقة الزحلوية. مع احترامي وحبي لأهل زحلة، هيدا بده هدوء وبدك تسمع فضيلة الشيخ. هون أنا وياك متساويين بصفتنا مواطنين، لنا حقوقنا ولنا وجهات نظر. أنا مثل ما قلت لك ضد الذكر ما له علاقة بالطب، لأنه أثبت العالم كله وأثبت البحث وأثبت تسألي كل الأطباء والعلماء، هيدا خيار شخصي، هيدا سلوك جنسي خاص باللي بيمارسوه. هلأ في مجموعة مشاكل بمجتمع مثل المجتمع اللبناني عطربوشي، في التقاليد، في أي شيء بدك تعمليه بدك تاخدي رأي 18 طائفة، وبالتالي الوضع معقد بلبنان يا شباب. دفاع عن حريتكم اذا ببلش من الزواج عم تعملوا غلطه كثير كبيره. بفرنسا اللي هي ام الحريات، انت حكيت عنه، شرعوا الزواج للجميع، مارياج بورتوس، كان نص فرنسا بالشارع ضد النص الثاني. لحظه، وبالتالي موضوع حساس، ما بنقدر ندافع عن حريتنا الا اذا عرفنا كيف نحصل عليها. ببلش الحكي بالحوار مع امثال فضيله الشيخ، بانه نقول له للابونا او للشيخ الله يخليكم ويرضى عليكم، تفضل على كنيستك وتفضل على جامعك وتفضل على حسنيتك وتفضل على خلوتك. ليش؟ لانه انا بفضاء مدني عام احترم جدا الاديان واحترم الكتاب المقدس الذي تنطلق منه واعرف مبادئه واحترمها واتعلم منها، ولكنها تلزم القائلين بهذا الدين وبهذه الطائفه. المجتمع يشتمل على مجموعة من الناس التي قد تلتزم بمبادئ أخرى، وألزموهم بما ألزموا أنفسهم به. هناك القوانين الوضعية والقوانين المدنية التي لا يجب أن تجرم المثليين. كلمة عيب تلزمك وتلزم رعيتك، وطبعا من حقك أن تقول أحد مريديك أو أحد المصلين المؤمنين في الجامع عيب عليك وحرام وفاحشة وروح توب إلى ربك، هذا حقك. وليس حقك أن تقول لي كمواطن ما بتعرف ديني ما بتعرف انتمائي، بس بتعرف أنه علي حقوق وعلي واجبات وهناك قوانين وضعية تحميني، ساعتها ما بيعود في ولا مرض يا ريما ولا عيب يا فضيلة الشيخ. نعم. بيصير النقاش هل المجتمع يقبل هذا السلوك أو أم لا. إذا كان لا يقبله، إذا كان لا يقبله علينا أن نعمل على تطوير مجتمعنا، وقد يأخذ هذا الموضوع سنوات وعقود. ولذلك أنتم اليوم
نعم. عزيزية نعم. تطلقون رصاصة الرحمة على معركتنا من أجل الحرية، لأنكم تبدأون تضعون العرب أمام الجهاد. طيب وتقولون بالزواج في نقطتين بدي أقول لك إياهم ليس أولوية، بس بنقطتين باختصار لو سمحت. حضرتك اعترضت على مسألة العلاج، بس جينيفر طالبة إنه هي تعمل عملية للثديين وطالبة إنه تتعيط لجينيفر، مش هيك؟ سألت إذا في إحساس داخلي. لحظة، أنا ما سألت إنه بدي أعالج المثليين، أنا سألت إنه شخص مثلي مسمى حاله اسم بنت وطالب إيه؟ لا، ما اعتبرت أنوثي مرض، اعتبرت إنه عنده حاجة إنه يكون امرأة. ليش طلب يعمل العملية؟ طلب يعمل العملية يا عم، خليه يحكي هو. أنا بعرف ليش طلب يعمل. والسؤال الثاني، ما تحديدا رأيك؟ حالات الحضارة رأيك أنا ما اعترضت، أنا قلت لأنه إذا في حاجة للتحول الجنسي أو تحول يعني يعمل عملية تحول، يعني هناك حاجة للعلاج نوعا ما من هالنوع. هيك كان سؤالي، ما كان سؤالي انطلاقا إنه بدي أعالج شيء عم يوضح إنه لا يعالج أو لا يطلبون العلاج حتى. بس السؤال تحديدا يعني باختصار، مع زواجهم ما بيهمني زواجهم، بس معه أو ضده. ريما، أنا معني بمعركة الحريات في لبنان. الحرية تقتضي أن لا نتدخل في شؤون راشدين اختارا ما يريدين، اختارا السلوك الجنسي. يعني لهم حرية طلب الزواج. أما الزواج ففي لبنان، في لبنان بعدنا عم نقاتل من أجل الزواج المدني، بعدنا عم نقاتل من أجل إنه المرأة اللبنانية المتجوزة أجنبية تقدر تعطي الحرية. يعني برأيك وبالتالي الحرية نحكي بهدوء، أنت مبين عليك معصب. وترتونا واحد بحكي مع يعني طبعا الحرية طبعاً. الحرية أن نذهب ونأخذ مخدرات، لا أن نهد المجتمع. يا فضيلة الشيخ الحدود المنطقية والموضوعية لنقول حرية وندعي بأنها حرية. بس المخدرات غير من يرضى من يرضى خيار. هلا بالكازينو عم يلعبوا قمار، معناتها القمار حرام. نزل بقرار طبعا القمار حرام، نص الروح على القمار مثل ما عم تقول. عيب على اللي بيلعب قمار. كل القمار التي تهدم المجتمع والتي تنشر الفساد في المجتمع والرذيلة في المجتمع. ما هو الفساد؟ كل الأديان المسيحية والإسلام وكل الأديان حرموا الرذيلة في المجتمع. ما هي الرذيلة؟ لازم نحدد الرذيلة. انتم الان ترتكبون الفاحشة. انتم ترتكبون الفاحشة، معناه هذا الزنا الذي يرتكب هو الذي يفعلونه. حكمه في الاسلام كحكم الزاني تماما. شو تفسيرك للمثليين اللي بيصلوا الجمعه في الجامع ويصومون ويصلون وهن قادرين، بيقولوا انه هن محكومين بهذا الشيء؟ انت تقولين يصلون، هذا قال لك الان قبل قليل بانه يخرج من البار، يعني هذا خريج بار. انا ما عم بحكي عنه، عم بحكي بشكل عام. هو خريج بار. انا ما عم بحكي عنه، هو عم بيحكي عن حريه العيش او يختار الجامع او يختار. شيخنا انت فيك، وانا ادله على الخير. الانسان يستطيع ان يكون قاتل، يستطيع ان يكون زاني، ويستطيع ان يكون مفسد. القتل والمخدرات لا علاقه لها بالمسيح. سؤال محمد، هي مغالطه. سمعت لك اكثر من ثانيه، بس بدي اسمع محمد. بس دقيقتين، لا فيك تقارن بين القتل. يا محمد، هيدا خيار او انت محكوم فيه؟ شي اللي بتحسه؟ خيار شي اللي بتحسه؟ يعني انت لا تحس بميل، ما بتحس بميل. شخص بحبه صار لي 4 سنين ونص ومتعلق فيه وبغار عليه وبموت عليه، وهي عم بحكيها على الكاميرا. وانا بدي شيء اثبت شخصيتي انا وياه. واذا بيوافق يا شيخ اكتب لنا كتابنا، انا موافق. هلا دينك يرفض انا ادعوك الشيء. انا ادعوك الى التوبه الى الله عز وجل، ادعوك الى ترجع الى دينك وضميرك وعقلك. هو يقول لا تهدي من احببت ان الله يهدي من يشاء الى الحق والى الفضيله. شيخنا لا تهدي من احببت ان الله يهدي من يشاء. وانا اذكرك، أذكر إنما أنت مذكر بأن فعلك هذا فعل خاطئ. ما فيك تقول عني عيب، ما فيك تقول عني شيء. هذا فعل خاطئ، هذا فعل إجرامي. أنت تهد المجتمع. إجرامي؟ طبعاً. معناتها عم تنتمي لأي شغلات. المشكلة كثير من الناس في المجتمع يفعلون أشياء وهم لا يدرون ماذا يصنعون وماذا يفعلون. أتعلم بأن هذه الفاحشة فيك ترتجم بالحجارة، مش جريمة. أول من بدأ هذه الفاحشة قوم سيدنا لوط عليه السلام، نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى. ماذا كان العقاب؟ هل كان العقاب لمجموعة الذين فعلوا؟ رب العالمين بيقتلنا بدون نفل. يعني هو يفعل شيء كبير جدا. هو يقول حتى أنه والده يبارك هذه العلاقة. أنا لا أعتقد بأن هناك إنسان سوي وإنسان عاقل يستطيع أن يبارك. أنا لا أعتقد بهذا. هذا رأي مش رأي حدا. لا أؤمن.
بهذا. وانا ارى كثير من الناس واعيش مع الناس، نحن اكثر لا لا. الناس نعيش مع البشر ونعيش مع الناس. لا يجوز عليك مع حدا سيكتوري منك، ولكن انت مش انا الحمد لله لا اعيش بالبارات والخمرات واماكن الفساد والمخدرات واماكن الشذوذ. ايوه انت عايش اماكن الشذوذ، انا مواجه الشعب هيدا وانت مواجه اماكن الشذوذ. يعيش امثال هؤلاء عندنا مجموعه كبيره، هل نرفضهم جميعا او هناك طريقه اخرى؟ اولا انا اعترض على المجموعه الكبيره حقيقه. عندنا 10% بلبنان، 50% في دراسات علميه بتقول اي مجتمع بشري هناك نسبة 10% من المثليين بين النساء والرجال. بلبنان كمان هيك؟ بلبنان عندي 50%. كيف 50%؟ عم طول بالك عليك. إذا لبنان 5 مليون أنا بعرف منهم مليونين. يعني بمحيطك هيدا ما في العمل. يعني المليونين بكفوا. أنا لا أنتقد الذين يذهبون إلى الصلاة. على مر التاريخ، على مر التاريخ هذه المجموعات هي مجموعات شاذة وشرذمة قليلا. هؤلاء هذا الحكي. هذا الحكي. أي شاذة شاذة. هيدا مع جينيفر. جينيفر أهلك. ليلى أنت طالع على التلفزيون. ليلى أنت طالع على التلفزيون. بالنسبه لكل انسان ادنى معايير. بدي اسمع جينيفر لو سمحتوا. بتحكي انت طالع على التلفزيون هلا واهلك شايفينك انت شو عم تحكي وشو عم تطلب، رغم انه بنرجع بنكرر انه انتم عم بتعيشوا حريتكم. يعني البعض بيتهيأ له انه يمكن جايين تنشهروا اللي عم تقولوا هذا الشيء على التلفزيون، بظل اولويات كثيره حكي عنا بيير. بس بدي اعرف اذا اهلك هلا شافوك هن موافقين على هذا الشيء؟ هيدي حريتي انا، هيدي حياتي انا، مش حياه اهلي، صح ولا لا؟ هيدي حريتي انا وياه، نحن اخترنا هيدا السلوك بدنا نكفيه. بس كفي ومعلي ما فينا ننطر، ما فينا ننطر. ليش طالع على التلفزيون لتقول انه بدك تعمل هيك؟ جينيفر او روح على فرنسا او بدك تخلي قصة. ليش تهاجر؟ ليش تهاجر؟ اسمح لي، نحن نهاجر بنهجر نص العالم. اسمح لي لأقول لك ليش، خلينا ناخذ. اسمح لي لأقول لك ليش؟ طيب لأقول لك ليش؟ لأنه بمجتمعاتنا في أولويات، ومعركة الحقوق معركة طويلة النفس، الزواج يأتي لاحقا، ما زلنا نناضل من أجل لقمة العيش والمدرسة والاستشفاء والعلمانية والزواج المدني ومساواة الرجل بالمرأة، هيدا يأتي بعدين. قلت لك حتى في فرنسا، حتى في فرنسا لم تحسم إلا بمعارك عمرها 50 سنة، لهم 50 سنة بيحكوا بالقانون وبأجلوه. أخيرا تجرأت الحكومة الاشتراكية الحقيرة في سياساتها في الشرق الأوسط، ولكن الجريئة في السياسة الاجتماعية، وإجا نص المجتمع ضدها. طب أنا عندي بس سؤال عم بيقولوا انه هن تعرضوا للاضطهاد وتعرضوا للضرب وتعرضوا للسخريه. هيدا مش حرام شيخنا؟ لا لا، هيدا شو حكم الدين بانه التمييز تجاه البعض؟ طبعا ما لا شك في هؤلاء بالاديان السماويه جميعا لهم عقوبه، لهم عقوبه، يعني العقوبه يجب ان ياخذوا عقوبه قاسيه جدا بحق هؤلاء. لكن ليش الله خلقنا نار الجنه؟ يعني عاقبنا فيها، مش انت تعاقبنا ولا بني ادم يعاقبنا غيره. مش انا لا اريد ان اعاقب رب العالمين، انا اقول ما هو الحكم فيها في امثال هؤلاء. ما هؤلاء في يجب أي واحد على كيفك شيخنا. في حال وجود دوله، في حال وجود كيان، في حال وجود يعني محاكمات حقيقيه، في حال نظره صحيحه. يعني انا بتكلم الان من منظور اسلامي. نعم. منظور اسلامي حكم واضح عند جميع الفقهاء بالاتفاق. خلينا مرتدون. ليش ما نحكي عن الاحتضان والتوجيه بدل ما نحكي عن العقاب؟ نحن الان نتكلم عن هيدا الدين، لان هيدا بالان انا ادعو اي شخص ادعو ابتداء الى التوبه، الى ان يعود، الى ان يعالج. فعلا انا معك في هذه الفكره تماما، يجب ان يذهب الى مصحة العلاج. انا قلت انه حددت هيدا شيء خيار مرضى. ما قلت لي شيخ، هل كمان انت يعني تعاقب من يسخر ومن يذل المثليين؟ ليس عندنا بالحكم الان ما حكم امثال هؤلاء. أنت تسأليني عن هذا بالمنظور الشرعي الإسلامي وغير الإسلامي. هؤلاء لهم عقاب، هؤلاء لا يتركوا هكذا في المجتمع. بس هكذا هملاً وكذا يفعل ما يشاء وما يريد. شنو أن يزل الإنسان بأمه أو بخالته أو بخالته؟ هذه كلها أفعال متشابهة. هذا لغط. لا هذه كلها أفعال متشابهة تهدم الأسرة، تهدم أكبر خطر علينا جميعا. ليش أنت مفكر؟ أريد أن أخاطب كل المستمعين، كل المشاهدين والمشاهدات. حضرتك عم تحكي عن العقوبة الدينية، ما هي هالعقوبة الدينية؟ ما هي لوين حدها هالعقوبة الدينية؟ لوين حدها؟ طيب العقوبة الدينية تصل إلى 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 درجة القتل. القتل؟ نعم تصل إلى درجة القتل. أنت داعش واحد سيدنا. تصل عقوبتكم في الشريعة إلى درجة. أنا لا أقول أن أريد أن أقتله الآن، أنا أريد أن أدعوه، أريد أن أتكلم إليه، أريد أن أضعه في مصاح، أريد أن أعالج هذه الأمراض وهذا الشذوذ الموجود. ولكن هذا الشيء بده يحطك في مصاح يا محمد. بس هذا الشيء كأنه أنت مريض شيخنا، معناته مفكر لا يعالج هذا الشيء.
هذه الفئه التي احضرتموها هذه فئه انت خارجه عن نطاق العقلانيه بس والاخلاق بس منك هين قادر تواجه ثلاثه مثل عنتره بن شداد اسم الله عليك لا بس السؤال ناس ضعاف ليس عندكم شيء ليس عندكم شيء لا لا انت الضعيف وانت الاقل ونحن ب 2014 شيخ عيب ما بعرف يعني الشخص عم يحكي هلا نحن ما بدنا غير شيء بس نحن طالعين نعلن زواجنا طالعين بس نعلن زواجنا وبدنا نبلش نكتب كتابنا كيف بدك تكتب كتابنا؟ بقول لك انه عقوبه توصل لحد بلكي بيتبعنا ما بيحس فينا بس كمان في ناس حتعتبر انه انتم استغليتوا البرنامج لتوصلوا للشهره مظبوط لانه انتم يعني لا واحد يعني بدنا ننشر ننشر على فيسبوك ننشر على انستغرام ننشر على تويتر هناك كثير حقوق لازم تطلبوا فيها قبل هيدا الحق على كل حال في مليون حق قبل هيدا الحق بس العلماء بدك تدافع علماء بدك تدافع جديه مش عم تقدرونا معناتها اي واحد انت عايش حياتك بالاخر ليش عم تصدم مجتمعك بشيء بعد بيعتبر المجتمع بكير عليه تحت انه ما عارف مين قادرين نعيشها مزبوط قال شيء بيتعرض لك بالطريق شيء بيتعرض لك الجيش اذا الجيش اللي هو الجيش الدولة تعرضنا انسى الجيش اترك الجيش هو عم يتكلم بده يتزوج اذا تزوجته كيف بدك تخلف منه بدنا في عمليات تحويل اذا ما بدنا عمليات تحويل فينا نتبنى على اكيد رح نسمي بعد شو بالكلام عم نوصل لحد المغالطات الطبيه الكلام الطبي اي علاقه بين فردين هذه اثبتت طبيا بانها تسبب قله المناعه عند الانسان امراض الايدز وكل الامراض والفواحش هذا طبيا هذا طبيا بدي اخذ بس بدي اخذ راجع كل الحالات مثل هؤلاء لا كمان تنقل بين الشركاء بيعمل امراض كمان في كذا مساله بتعمل بس انت اللي عندك كثير ولكن هنا الامراض الحقيقيه الزوج والزوجه لا يصل الامراض الى هذا المستوى من الامراض هذا ما قاله هذا ما قاله النبي انا اسمحي لك في القران عفوا في القران هناك ذكر للواط مثل ما عم تحكي حضرتك نعم. بس ماذا عن المثليات يعني هل كمان هن عندهم يعتبروا حالهم نفس الشيء طبعا هذا كله هل هذا مذكور في القران طبعا اكيد القتل الشرعي هو القياس الشرعي هؤلاء رجال لرجال ما فكروا بالنساء الدين المخترع الدين دين الله تبارك وتعالى دين من الله عز وجل انتم لا تؤمنون بالله سبحانه وتعالى الحكم نفسه ان هؤلاء لا يؤمنون بوجود الله عز وجل اذا كان يؤمن بالله إذا كان فعلا يؤمن بالله عز وجل إذا كان يؤمن بالله وإذا كان مسلم بالقرآن الكريم هذا محرم بالاتفاق لكم دينكم ولي دينكم كلام الله عز وجل هو بيفهم القرآن كلام الله تبارك وتعالى فماذا يقول هذا أكبر دليل على في مثليين حول العالم في خمسة يعني هن إمام جامع حتى في الحين جوامع وفي مثليين بيعتبروا في مثليين بيعتبروا أنه هن محكومين بمسألة رافضة الدين فبجربوا أنه أنا ما عم دافع بس عم لك شو اللي موجود في فيلم ممتاز اسمه الجهاد بيصلوا بيصوموا فما بعرف حكم الدين أنا عفوا بدي اسالك حقيقه هل انت مع زواج الذكر مع الذكر عم تسالني انا بسالك أنا سؤال لست هنا انا بسالك سؤال انا لا اعرف لا تحكم اسالك انا لا اعرف انا ما لا اعرف جواب على شو تركيبته ما عندي تركيبه لا اقدر احس فيها او لا بس انا اخاف من مساله واحده يعني هل يعقل اخاف من مساله واحده انا على يقين انا ما انا على يقين انا اخاف من مساله انه هلا نحن عم نطالب بزواج وبعد شوي حنطالب بتبني ما عم نطالب هل بتركيبه لا 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 بالكلام عم بحكي بشكل عام بس اسمح لي السؤال اللي بدي اقوله بعد شوي رح نطالب بقصه انه كمان تبني اولاد هل هذا مساله هيدي مساله صحيه انه ولد ريما ما فيك تسالي هالسؤال باخر فقره هيدا بده هيدي ما فيك هيدا بده حلقه نفس ورجال الدين ولا بدك انا بدي اقول شغله واحده الحلقه اللي بتساوي فيها عرسي فرجيك العرس ساعتها انا متابع الجمعيات اللي بتدافع عن حقوق المثليين بلبنان والعالم العربي لم يرد طلب الزواج على اي قائمه هم بالحد الادنى بدهم يلغوا ماده بالقانون بتجرمهم وبتعتبر ما تعتبر لكن ماذا تعتبر وجودهم هون انت هلا لا انا بعتبر وجودهم هم جماعه وكل انسان حر يطالب انا حر اكيد انا بيتي كله فراشات يعني بس فكره الربط بين الجريمه والمخدرات حر الانسان يحط فراشات انا معك الحط فراشات لان الفراشات جميله بس مش حر الانسان انا ما قلت لك ان يفعل هذا الفعل لا 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 تشبه الفراشه بهؤلاء هؤلاء فراشات هؤلاء يعشقون الحب انا بقول لك هؤلاء دين وبدين الحب ان توجهت ركائبه الحب دين ولا تكفرهم بالقران رب العالمين لك يا ولد كفروا لكم دينكم ولي ديني هذا الموضوع على كل حال بيحتمل جدل طويل البعض بيعتبر انه تركيبتهم هن محكومين فيها ومش قادرين يطلعوا منها حتى لو هن بدهم يطلعوا منها والبعض الاخر بيعتبر انه حتى لو هن محكومين بهذا التركيبه عليهم ان يسلكوا طريق اخر ما بعرف هذا شيء سهل بس ليش تكون اصلا تركيبتهم هيك ريما خيار يعني انا بختار من احب ومن اعشق هذا خيار الحقيقه هذا الموضوع في حواليه 1000 سؤال بعد تسمحي لي بس حديث شريف تسمحي لي النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال لم تظهر الفاحشة في قوم قط
فيعلن بها، يعني فاحشة كهذه الفاحشة تماما فيعلن بها إلا أصابتهم الأمراض. بس إني مبتلون إلا أصابتهم الأمراض، وهذه فاحشة يفعلونها لذلك الأمراض. يعني بس الشخص محكوم، هؤلاء يبشرون المجتمع، يبشرون المجتمع بالفواحش والأمراض وكل أشياء. ولكن هو السؤال اللي بيطرح حاله، هذا ما يريدونه، لماذا الحاجة للاستقرار على طريقة الرجل والمرأة؟ هل هي حاجة فعلا؟ هذا أنا بناقشهم فيه، لو ما في فضيلة الشيخ انتهيت بالنقاش معه، كنت بناقشهم إنه شو بدكم الزواج؟ ما هني عم بيعيشوها، ليش لحاجة للزواج؟ يعني الزواج هذا شيء مش طبيعي. لا وشو بدك تضمن؟ ما أنت أصلا مرفوض، أنت ومزوج وأنت ومش مجوز. لا بالمجتمع عم بحكي، أنتوا عايشينه. يعني هو يعيش حياة الزنا، بدي يشرع الزنا يعني؟ ماذا تريد أن تفعل؟ زنا؟ في زنا عم يتشرع، في زنا هون عم يتشرع. بهذا المحور انتهت، أدعوهم إلى عنا بريك أو معنا بريك شباب.